من أقوال قداسة البابا شنودة عن الصداقة الحقيقية: صديقك الحقيقي هو اللي صادق في حبه، مفيش في صداقته رياء ولا مظهرية ولا تصنع ولا شك، كل مشاعره صادقة تماما وحقيقية. والصديق هو كمان صديق، أي رجل بار. الصديق الحقيقي هو اللي يساعدك على نقاوة قلبك وعلى محبة الله وحفظ أبديتك. أما اللي لازمك في الخطية فده مش صديق حقيقي، إنما هو شريك، شريك في حياة خارج الله. عشان كده في فرق بين كلمة صديق وكلمة رفيق. ممكن تتجمع الصفتين أحياناً في شخص واحد، وممكن يرافقك إنسان من غير ما يكون صديق ليك، وفي الحالة دي بيبقى هو مجرد زميل.